معجزة في ميزوري، اكتشاف جثة الراهبة المحفوظة بدون تحلل بعد 4 سنوات من الدفن. أصبحت بدلة جوير الريفية الصغيرة في ميزوري وجهة سفر غير متوقعة بعد اكتشاف جثة الراهبة التي لم تتحلل بعد 4 سنوات من دفنها. يتدفق المئات من الناس إلى البلدة لمشاهدة هذه المعجزة في ميزوري. الراهبة فيل هيلمينا توفيت عام 2019 عن عمر 95 عاما، وفي يوم الخميس الماضي يفتح نعشها لنقلها إلى أسفل مسبحة الكنيسة، ولكنهم تفاجأوا عندما قامت راهبات الدير واكتشفوا أن جثتها لم تتحلل. وقد أعربت إحدى الراهبات عن دهشتها قائلة: توقعنا أن نجد فقط عظاما في هذه الحالة. استم دفن الراهبة في تابوت خشبي بسيط دون تحنيط، لكن جسدها لم يتأثر بالتحليل. وأضافت: كان هناك شعور بأن الرب قد قام بشيء خارق. يعتقد الكثيرون أن الجسد المحفوظ بدون علامات تحلل طبيعي يشير إلى قداسة الراهبة. هذا الاكتشاف، حيث يأمل الناس في الاقتراب من الروحانية والتأمل في بلدة جوير، يجذب الزوار والمؤمنين إلى بلدة الظاهرة الغامضة.